اهم شيء يكون الدبلة على الدبلة بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي نلحم مواسير البلاستيك او مواسير البولي اللي بتستخدم حاليا في السباكة. اول شيء يكون معايا مكنة لحام، في منها انواع طبعا، دي مكنة تركي، والتركي افضل شوية من الصيني. يفضل لو فيها 2 سخان زي كده عشان تنجز معاك في الشغل. اكتر لقمة بتستخدمها هي اللقمة التلات ارباع او الـ25 مللي، اللي هي سمك قطر الماسورة 25 مللي. اول شيء تظبط المكنة على 300 لغاية لما تفصل معاك. بعد لما تفصل هتظبطها على 200، بس 250 ل 260، وانا افضل 260 عشان بس تكون المكنة كويسة كده. المكنة فصلت. طيب انا طالما المكنة فصلت بحولها من 300 خلاص الى 260 تقريبا. دلوقتي علشان الحم هعمل ايه؟ اول خطوة انك تحددت طول القطعة اللي انا هلحمها، وحدد طبعا اتجاه دي هيكون ازاي. في عندي هنا 4 علامات، دول بيساعدوني ممكن استخدمهم مع الخط الاصفر ده عشان احدد اتجاه الكوع هيكون ازاي من غير ما الف او اتحرك يمين او شمال. يعني مثلا انا حط الخط الاصفر كده في الحيطه، ودي عايز تطلع فوق، ابقى وشها لفوق كده، وشها لفوق كده، فاحط دي اتلحم كده واخلي السن ده في نص الخط الاصفر كده. كده انا ضمنت ان هي فوق بزاويه قائمه 90 في 90 درجه حسب ما استريح. ممكن في ناس بتخليه مثلا على اول الخط الاصفر مع اول النقط مع اول البتاع ده، يخليه بشكل حسب طبعا ما تستريح. انا بخليها في النص كده. كده انا ضمنت ان هي زاويه قائمه. لو مثلا هتدخل بالشكل ده يبقى انا كده هخلي دي في النص مع دي، كده ضمنت ان هي برده زاويه قائمه مظبوط، وهكذا. اول خطوه عمق اللي، وانا هوريكم جدول فيه الاعماق بتاعتهم دلوقتي. عمق اللجمه اللي هي 3 ارباع او 25 مللي بيكون 16 مللي بالظبط. اجي كده اقيس، ادي 15 مللي ودي 16، بين 15 و16 كده اروح اخد خط. كده انا عرفت لما اجي ادخل الماسوره في المكنه هدخلها لغايه الخط ده بالظبط، عشان لو دخلتها ازيد اللحام بيقفل على بعضيه هنا، فبتقل قطر الماسوره. فدي كده فائدتها انها تخلي لي اللحام مظبوط من غير ما تزود انها تقلل قطر الماسوره. المكنه اللي بتاعتي سخنه. في جدول برضو هتلاقي ان كل قطر معين لعدد معين تسيب، يعني زمن تسخين على المكنه. في زمن تسخين اللي هو القطر ال 25 مللي او 3 ارباع بيكون حوالي 8 ثواني، يعني ممكن لغايه 10 ثواني مثلا عشان تضمن سخونه المكنه. طيب هنشتغل. دي انا هتركب بالشكل ده، يبقى انا اخلي بالي ان الجزء ده خليه في نص الاصفر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. تعمل لايك وسبسكرايب وعمل اشتراك وفعل الجرس وكومنتات كتيرة ولينكات. عد 10 ثواني. 1002، 1003، 1004، 1005، 1006، 1007، 1008، 1009، 1010. أنا هنا خليت الأصفر المكنة وصلت لغاية بالظبط العلامة اللي أنا معملها، وأنزل كده على بعض. بس شايفين كده؟ ادي دبلتين نازلين على بعض بالظبط. هو ده معايا، ايدي تكون مظبوطه، ظبطت الكوع، ظبطت اللحام، دبلتين في دبلتين على بعض كده، تمام كده اللحام مظبوط بالنسبه لك. ملحوظه تاني، لما احب اخد مقاسي اخد مقاسي ازاي؟ مثلا دي هتركب كده ودي هتركب كده، يعني في الحيطه مثلا هم يكونوا بالشكل ده، وانا عايز اخد مقاس. اخد مقاس ازاي؟ في ناس بياخدوا مقاس من نص الكوع كده لنص الكوع ده مثلا كده، اهو مثلا من نص الكوع ده
نص قاعدة تمام، في واحد ياخد من الحتة دي من الحتة دي. لكن أسهل طريقة واللي تريحك خالص، هاخد من راس الكوع، أول الكوع هنا ده لغاية أول الكوع ده هنا، وأزود بعد كده 3 سم، أو لو معايا مسافة أكتر هزود 3 سم و2 من 10 مللي. هو في الغالب 3 سم بيمشي كويس يعني. يعني أول من هقيس من الكوع ده، أول الكوع ده هنا لغاية أول الكوع ده هنا كده، مثلا قست طلع كام؟ طلع 27 سم بالنسبة لي. يبقى أنا هقيس كده دي ادي 27 سم لغاية هنا، هزود عليهم 3 سم و2 مللي مثلا. 3 سم دول بتوع فرق اللحام اللي هو سم ونص هنا وسم ونص هنا، واقطع على كده. لما اجي اقطع خلي بالي ان اول السن ينزل على اول المسافة، لان السكينة حامية. بس كده خلاص قطعته. عود نفسي مجرد ما قطعت اروح ماسك المتر كده معلم على 16 او 15، ماسك هنا ومعلم على 15. عود نفسي على الموضوع ده بس، وهلحم دي بنفس الطريقه كده، وهلحم دي بنفس الطريقه. ادي اللحم بتاعي اهو جاي مظبوط، هلحم دي بنفس الطريقه ودي بنفس الطريقه. نلحم تاني برضو علشان الناس تاخد بالها. هدخل بدي لغايه العلامه، لغايه هنا كده لغايه العلامه، مثل ما الاقي علامه وسط العلامه، وادخل بدي لغايه طبعا اخر بدي. انا دي هتبقى بالطريقه دي ماشيه كده. يبقى انا هخلي السن ده في نص الاصفر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نعد بقى 10 ثواني. اطلع على طول. بس كده اهو الدبل عندي ماشي مظبوط. كده اللحام ولا اروع. طبعا دي برضه هلحمها، هلحم دي بالطريقه دي كده واكمل. هي موضوع مش صعب، عايز بس ممارسه. اتعلم شويه في كام، تجيب كام كوع كده انواع شعبيه تتعلم فيها، بعد كده تشتغل. احسن انواع طبعا الفيل الالماني الاكوا ثيرم، وفي بي ار والشريف. انا بشتغل دايما بالشريف، بحب الشريف في البيت عندي. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما ننساش اللايك الظريف، وفي لايك ات لايك ات، وارجو من الله اني اكون افدتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.